سيدة الكرنك تعثر على أهلها بعد 45 عاماً من الضياع والبحث. قصة قد تراها في الأفلام، ولكنها تحدث على أرض الواقع. طفلة مصرية كانت تلهو بجوار والدتها بائعة الخضار في بني سويف، ثم ركبت قطاراً متوقفاً، لكنه تحرك بها ووجدت نفسها في محافظة المنيا بصعيد مصر. عاشت هناك مع إحدى الأسر حتى أصبح عمرها 15 عاماً، وبعدها تنقلت في أكثر من بلد حتى استقرت في محافظة الأقصر. بعد فترة تعرفت على أحد الأشخاص الذي أخرج لها أوراقاً ثبوتية وتزوجها وأنجبت منه 5 أبناء. أما أسرتها الحقيقية فبعد طول بحث فقدت الأمل في العثور عليها، ثم اعتبرتها متوفية. وفي أحد الأيام قررت رضا نشر قصتها على فيسبوك، وبالفعل وصلت القصة إلى خالها الذي أخبر والدتها، فتواصلت معها وتأكدت أنها ابنتها ليجتمع شملهما من جديد.